صباح الورد والفل والياسمين والتفاؤل على كل اللي بيشوفونا على قناه تان في كل مكان. يوم جديد وحلقه جديده من صباح الورد. وصباح الورد عليك يا سما. صباح الورد عليك يا مها. وصباح الورد وصباح الفل وصباح كل حاجه حلوه على كل الناس الحلوه اللي بيتابعونا من كل مكان. يوم جديد وحلقه جديده يا رب يمكن يبقى سعيد كده. احنا يومنا يا جماعه بدأ بحاجات حلوه كتير وغنى بقى وضحك وحاجات حلوه زي ما مها مش احلى من كده بصراحه. والله الايام اللي بتبدا كده بتحس كده ان عندك طاقه ايجابيه تكمل اليوم حلو. الايام اللي بتبدا بقى وانت نعسان مع اننا نعسانين جدا بس يعني جايين واحنا مصحصحين وفايقين كده صح ولا ايه؟ انت اللي صحصحتيني النهارده مش كده؟ لازم اعترفي بقى زي ما كنت بديكي طاقه سلبيه قبل كده لازم تعترفي انا بعوضك دلوقتي. انت بتعوضي بالظبط كده. النهارده هنبدا حلقتنا بفقره الصحافه اللي هيكون فيها قراءه لاهم عناوين الصحف وضيفنا للفقره دي الاستاذ محمد اسعد الصحفي بجريده اليوم السابع. بعد كده هنتكلم عن مجموعة من الشباب غيروا حياتهم وعملوا مبادرة اسمها اعمل بيزنس. هنتكلم عنها بالتفصيل وهدفها ايه وايه اللي بتقدمه. هنتكلم مع ضيوفنا ان شاء الله هيشرفونا استاذ محمد باز المنسق العام للمبادرة. فكرة حلوة كلنا عايزين نعمل بيزنس على فكرة. خدونا معاكم احنا هنشترك معاكم بالظبط كده. بعد كده هيكون معانا فقرة جديدة علينا جدا والبعض ممكن يستغربها وهي عن يوجا الضحك. يعني ايه يوجا الضحك؟ ده اللي هنعرفه من خلال ضيفتنا في الفقرة دي منال حسن وهي اول مدربة مصرية ليوجا الضحك. احنا مستنيين الفقرة دي يا منال خلي بالك جدا بقى احنا قاعدين نجرب قبل ما نبدأ يوجا الضحك فاحنا مستنيين الفقرة دي واكيد ناس كتير هتستفيد بيها. بالزبط. اخر فقراتنا النهاردة ان شاء الله هيكون فقرة غنائية مع المطربة الصاعدة شيماء المغربي صاحبة الصوت الجميل. الموضوع بقى اللي هنتكلم فيه دلوقتي هو مش طاقة ايجابية قوي بس لازم يكون في برضو بارقة امل ان احنا ننتهز الفرصة من الموضوع اللي هنتكلم فيه دلوقتي ان احنا نفتكر بس انسانيتنا شوية ونفتكر الرفق بالحيوان. احنا بنتكلم عن المشاهد البشعة اللي بقت دلوقتي بتتعرض بكثافة على شبكات التواصل الاجتماعي وهي الناس اللي بيبلطجوا او بيستخدموا البلطجة بشكل من خلال الكلاب. يجيب الكلب يشرسه. الكلب ملوش ذنب خالص على فكرة في القصة دي لان الكلب على حسب ما بيتدرب فهو بيجيب كلب يشرسه ويخوف بيه الناس يعني يروح يبلطج بيه على الناس زي ما بيقولوا بالبلدي كده يثبتهم في الشارع يخوفهم ويمارس البلطجه والعنف من خلال الكلب اللي معاه. صح. يمكن شفنا يا جماعه الفتره دي فيديوهات بتنقل لنا المشهد ده بالظبط. عايزين نعرف بس يعني السؤال ازاي اصلا حد يجيله قلب ان هو يأذي بني ادم بشكل فظيع ده ان انت تسيب كلب عليه او تخليه يعضه او كده وايه ذنب الكلب لان الناس فاهمه دلوقتي ان الكلاب هي المسعوره والكلاب هي الوحشه ونسم الكلاب ونقتل الكلاب ويمكن معها هيبقى عندها كلام كتير في الموضوع ده اكتر بس فعلا ما هو يعني ايه ذنب يعني الكلب في الموضوع وازاي اصلا انا كبني ادم احاول ان انا اذي حد بشكل زي ده يعني اعتقد الموضوع محتاج قانون يعني بالزبط. مش محتاج بس كلام كده علشان كده في احد النواب اتقدم بمشروع قانون بينظم حيازه الكلاب. احنا مش عارفين هل فعلا احنا محتاجين للقانون ده ولا لا. اعتقد الاهم من تنظيم حيازه الكلاب ان احنا يعني نوعي الناس بالرحمه بالحيوان لان في الاخر احنا يعني مش هنتحجج بالحيوان ومش هنروح نقتله ونعمله حجه ان احنا كده بنحل المشكله. لا انت لما بتقتل الكلاب على فكره ما حلتش المشكله. هي المشكله في الشخص اللي بياخد الكلب ده وبيستخدمه ازاي. في حاجه كمان تانية بشعه جدا بيعملوها وهي المراهنات في بعض المناطق العشوائيه. في شباب برضو عندهم ميول اجراميه بيجيبوا الكلاب يشرسوها ويخليهم يعملوا مصارعه مع بعض وفي لدرجه ان كلب منهم بيموت التاني وبيعملوا رهانات على فلوس. المفروض ان في قانون بيجرم النوعيه دي. المفروض الكلاب دي بتتسحب ويتم اعاده تاهيلها مش اعدامها. يعني يا جماعه مش ممكن اسهل حاجه دي روح على فكره روح ومن حقها تعيش ولو ملهاش لازمه ما كانش ربنا خلقها وروح وفيه ومخلصه وذكيه ولما بتتوظف صح بتبقى لخدمه الناس مش ضدها. يعني الكلب بيبقى كائن وفي بيبقى حاسه الشم عنده عاليه بيبقى يعني وفي اكتر كتير من يعني من انسان لانه بالزبط. فعلا حسب ما بتربيه وحسب ما بتعوديه يعني عايزين علشان كده في المجتمعات الغربيه اللي هم يعني دايما بنقول ان هم متقدمين وسابقنا ب 100 سنه ضوئيه مهم جدا تربيه الحيوانات في البيوت. الناس دي على فكره مش عندها فلوس زياده وعايزه ترميها في الارض بالعكس دي عيشتهم بتكون غاليه وهم اصلا بيبقوا يعني يا دوب ناس بتشتغل وضرايبهم عاليه واحنا عارفين
الموضوع ده في المجتمعات الغربيه. انما لما نلاقي ان ظاهره مجتمعيه بشكل عام تربيه الحيوانات الاليفه في البيت، سواء كان ده في بيربوا كمان ده دب ونمر وحاجات كده، ولكن خلينا نتكلم في القطط والكلاب مثلا. اما نشوف ان المجتمعات الغربيه دي بيهتموا قوي بالارواح دي وبيربوها في البيت، ده كتير جدا. يعني لو دخلنا حتى على جوجل وتعبنا نفسنا شويه وعملنا سيرش، هنلاقي انه نفسيا احنا اللي محتاجين الحيوانات دي اكتر ما هي محتاجانا، لان هي بتشيل الاسترس وبتقلل جلطات تعرضنا لازمات قلبيه، من اكتر الحاجات اللي نفسيا كويسه جدا للاطفال وللكبار. يعني وجود الحيوانات، وجود الحيوانات الاليفه وتربيتها في البيت. عايزين نقول ان اهم من ان انت تبقى عايز تشتري كلب او تشتري قطه او تشتري حيوان اليف تربيه، تبقى عارف ازاي تتعامل معاه، تبقى عارف ان هو ليه حقوق، ويعني زي ما انت بالظبط مش جايبه تحبسه او مش جايبه تهينه، او فعلا انت حتى لو انت بالنسبه لك ده حيوان، لا هو انت بتهينه اكتر وبتعذبه، ودي في الاخر زي ما بنقول روح. ففي مبادئ وقوانين ان احنا اصلا يبقى عندنا حيوان اليف نقدر ان احنا نعيش معاه، عشان هو انت مش جايبه تعذبه او تخوف بيه الناس او تشرسه، عشان هو كده بقى الحاجات اللي انت كده جامد بقى يعني زي ما بيقولوا كده، لا خالص. خلينا نقول ان الحاجات دي بيبقى فيها يعني اهانه للانسان والحيوان. يعني حتى انت كصاحب هذا الحيوان الاليف انت كمان بيبقى عليك كلام كتير جدا، وما اعتقدش ان دي حاجه كويسه ابدا. يعني احنا محتاجين نعرف تفاصيل عن القانون ده اكتر، والقانون ده يا ريت ما يتاخدش ذريعه على ان احنا نكمل جرائم الحرب اللي بتتعمل ضد الكلاب الضاله في الشوارع، لان دي كلاب مش مرخصه. فهل ده معناه ان نكمل بقى الجرائم بتاع تسميم الكلاب وقتلهم بالخرطوش و و الى اخره؟ خلونا يا جماعه بس نرجع لانسانيتنا اكتر، ونعرف ان الاديان كلها بتوصينا بالرفق بالحيوان، وارحم ترحم. يعني لو احنا ما رحمناش المخلوقات دي على فكره هتترد لنا بشكل او باخر، ومش هنستحق الرحمه، لان في الاخر دي مخلوقات لا حول لها ولا قوة. دلوقتي احنا هنروح نشوف فيديو جراف بيعرض لنا الفيديو اللي هنشوفه دلوقتي. فيديو جراف بيعرض لنا أهم الأحداث والفعاليات على مدار اليوم في القاهرة والمحافظات. هنرجع لكم مرة تانية. شرسه عشان هو كده بقى الحاجات اللي انت كده جامد. مع
بعد ما شفنا اهم فعاليات اليوم نروح نشوف الحاله المروريه ونشوف الشوارع عامله ازاي مع تطبيق بيقول لك الحصري لقناه 10 وبرنامج صباح الورد. والنهارده الحمد لله، بس قبل ما نبدا مع حضراتكم النهارده وانا جايه الطريق الغريب جدا بقى ان الطريق النهارده كان زحمه، وده غير كالعاده احنا بنيجي الصبح بدري قوي، بس شايفه عربيات كتير قوي. الناس دي رايحه فين على الصبح الساعه 6 مثلا؟ مش عارفه، بس هتلاقيهم بقى. اصل بصي خلاص الصيف دخل، ناس كتير قوي بتبتدي تروح مصايف، ناس كتير قوي بتبتدي تسافر وتبقى راجعه من السفر وهكذا يعني. بس خلينا نقول انه اكتر يوم بيبقى رايق الجمعه والسبت. لا اكيد يعني في المطلق السعيد ان احنا ننزل السبت يا جماعه. بالظبط كده. تعالوا نشوف بقى التقرير المروري مع بيقول لك وكوبري اكتوبر زي ما حضراتكم هتشوفوا معانا دلوقتي من مدينه نصر للمهندسين، معظمه ما بيمشيش ما عدا من مدينه نصر للعروبه. كويس، لسه على كوبري اكتوبر، لكن من المهندسين لمدينه نصر معظمه بيتحرك ما عدا من التحرير لرمسيس بطيء جدا. كوبري 15 مايو من المهندسين لوسط البلد مش بطال. كوبري 15 مايو من وسط البلد للمهندسين معظمه كويس ما عدا من وسط البلد لفندق الماريوت ما بيتحركش. صلاح سالم من المطار للكورنيش معظمه مش بطال ما عدا من كوبري الجلاء لنفق العروبه واقف. صلاح سالم من الكورنيش للمطار معظمه بيتحرك ما عدا من نفق الازهر لنفق العروبه صعب. المحور من الشيخ زايد للمهندسين شغال. واخيرا المحور من المهندسين لزايد مش بطال. حاجه كويسه قوي. جميل جميل لحد دلوقتي جميل. اخيرا بقى هنروح نشوف مع بعض بيان بدرجات الحراره وبعد كده تمارين الزومبا والنشاط مع شريف فرنسا، ونرجع لحضراتكم مره ثانيه علشان نبدا فقره الصحافه. حضراتكم من جديد وفقرة الصحافة. النهاردة احنا هنقرأ ونتابع ونحلل أهم وأبرز عناوين صحف اليوم. اسمحوا لي في البداية أرحب بضيفي في الاستوديو الأستاذ محمد أسعد الصحفي بجريدة اليوم السابع. أهلا بيك وصباحك صباح الوقت. صباح الخير عليك وعلى كل السادة المشاهدين. تعالوا بقى نبدأ من جريدة الشروق، وتعالوا قبل ما نبدأ منشطات الصحف وتحليلها نشوف أهم العناوين قالت إيه النهاردة. We'll be right back.
نرجع لكم مرة تانية علشان نبدأ مع بعض أهم تحليل أهم منشطات الصحف. هنبدأ من جريدة الشروق واللي مهتمة بنشر تعديل مجلس النواب لقانون الصحافة والإعلام، وتحت عنوان البرلمان يعدل مواد في قانون الصحافة والإعلام. وأرجع تاني لضيفي أستاذ محمد أسعد الصحفي بجريدة اليوم السابع. فضوء بقى معرفتك بهذا القانون ده، قانون من أول ما ظهر هو مثير للجدل جدا، يعني قوبل بالاعتراض من قبل الصحفيين لأن هم طبعا خايفين أن دي تكون يعني تكبيل للحريات او التعبير عن حريه الراي او ان يبقى في تقليل للمصادر المعلومات بالنسبه لهم. وعايزين نعرف برضو ايه ابرز المواد المعدله. تمام، خلينا نقول ان قانون الصحافه والاعلام هو واحد من ضمن القوانين المكمله للدستور اللي نص عليها الدستور بسرعه انجازها واتمامها يعني واصدارها. القانون من بعد قرار الدستور في 2014 وهم وطبعا انعقاد مجلس النواب، وهو تم وضعه بشكله اول حاجه، تم اول حاجه اصدار قانون المؤسسي اللي هو بناء عليه تم تشكيل مجلس اعلى تنظيم الاعلام، مجلس الهيئه الوطنيه للصحافه والهيئه الوطنيه للاعلام. جه الدور على وضع القوانين نفسها المتعلقه بالمؤسسات الثلاثه وقانون الصحافه نفسه، فهم مش قانون واحد، هو القانون هو ثلاث قوانين متعلقه بالمهنه كلها، مش الصحافه بس ولا الصحفيين بس. كان ابرز نقطه عليها مشاكل هي المتعلقه بالتصاريح اللازمه للتصوير اللي هي اصلا اساس عملنا كصحفيين وكوسائل اعلام كلها، مش بس الصحافه سواء ورقيه او الكترونيه ولا بس التلفزيون، لا هي كل عمل اللي له علاقه بالصحافه والاعلام. زي ما انت عارفه لو مثلا حادث زي اللي حصل في قطر البدرشين، كان وفقا للقانون اللي كان هيتم القرار او الماده اللي كان تم وضعها، كان لازم عشان نروح نصور حادث زي دوت لازم نحصل على التصريح الاول. يعني على بال ما تعمل كده طبعا يكون عدى 3 4 ايام اصلا على الحادث، فهو كان عايز ان احنا ناخد تصاريح في كل الاماكن العامه. طبعا مش بس نقابة الصحفيين اللي اعترضت على المادة ديت، لا كان مجلس الدولة برضه ليه ملاحظات على المادة ديت وقال ان ده بيتنافى مع حرية الرأي والتعليق او التعبير وحرية التغطية وحرية وسائل الاعلام في ممارسة عملها، وشافت ان ده بيتناقض مع المادة 71 من الدستور اللي اكدت على حرية الصحافة وال لا وكده مفيش سبق خالص بقى، يعني مفيش سبق وهيلغي فكرة التغطية اصلا بالزبط. يعني انا في حادث مفاجئ زي ده ازاي هروح اغطي، ازاي هجيب التصريح من مين وامتى ومين اصلا هيديني التصريح، عقبال ما انا يعني احنا بالعكس احنا نتسابق في حادث زي دوت عشان صح. نبين مين فينا اكثر مهنيه ومين فينا اكثر قدره على نقل الحدث واسرع يعني. صح، فدي كانت ابرز المشاكل. لكن مجلس النواب امبارح استجاب للتعديل ده وقال في واضاف بس حته اللي هو في الاماكن او في اماكن معينه يعني يعني في اماكن طبعا يعني طبعا في اماكن عسكريه مثلا دي محظور فيها التصريح التصوير، لكن في اماكن ثانيه هتحتاج اللي هو تصريح، وفي اماكن هي الاماكن العامه كلها متاح فيها التصوير طبعا، فدي تم الانتهاء منها. واحده ثانيه من النقاط اللي كان عليها مشاكل كثيره المتعلقه بحبس الصحفيين، الحبس الاحتياطي. طبعا دي برضه اعترض عليها مجلس الدوله واعترض عليها ايضا نقابه الصحفيين، وكانت يمكن دي الاساس المشكله اللي كانت حاصله او الاثار. طب وفي حاله انه في صحفي تعمد ان هو ينشر اخبار تثير البلبله وتكدير السلم العام؟ طبعا بيتحل المحاكمه وكل حاجه، بس هي الفكره في الحبس الاحتياطي مش عقوبه الحبس يعني. تمام. في حبس بس ما فيش حبس احتياطي لحين اجراء التحقيقات، وإذا ثبت طبعا إدانته في أي جريمة أخرى هو الموضوع أو انتمائه للجماعة الإرهابية. الموضوع هنا بيتكلم عن النشر، قضايا النشر فقط، مش بيتكلم عن أي جريمة تانية يرتكبها الصحفي يعني طبعا خارج نطاق عمله أو جريمة أخرى تعمده يرتكبها داخل نطاق عمله يعني. تمام. هو بيتكلم عن قضايا النشر. فكان برضو المشكلة دي تتنافى مع المادة 71 من الدستور اللي أكدت إنه ما فيش حبس احتياطي للصحفيين تماما. فتم بالفعل تم الاستجابة لها في مجلس النواب إمبارح وتم تعديل هذه المادة. تمام. يمكن كان في برضه مشكلة تانية بخصوص تأسيس المواقع الإلكترونية، حضرتك طبعًا عارفة إنه حتى هذه اللحظة رغم مرور طبعًا سنوات كتير على ممارسة المواقع الإلكترونية والإخبارية الموجودة، ما كانش في قانون بينظم عمل المواقع الإلكترونية. ده مهم قوي بقى لأن دلوقتي بقى في تقريبًا موقع إلكتروني لكل مواطن ومحدش عارف ده طالع منين ولا مصدره إيه. بالظبط، وكتير مننا طالب دوت ومحدش طبعًا اعترض ومحدش بيقول لا إحنا مش عايزينكم، بالعكس إحنا كلنا عايزين ده عشان نقنن الموضوع أولًا، ثانيًا عشان خاطر نبقى فاهمين مين بيشتغل إخباري ومين بيشتغل وليه مين ليه أهداف أخرى أو غيره. فتم بالفعل تقنين عمل المواقع الإلكترونية ونص عليها القانون. لكن هو القانون تجاهل تماما فكره مين اللي المفروض يطلع التراخيص اللازمه ديت وايه هي الاجراءات والشروط والمعايير والضوابط وغيره. القانون ما تكلمش خالص عن الموضوع دوت، فمجلس الدوله اشار انه كان لابد انك انت تضع الاجراءات وغيرها في القانون، فده بالفعل اللي تم برضه ليه امبارح. كان كمان من ضمن الاعتراضات مجلس الدوله على القانون انه اغفل تماما لو انا صحفي وتم فصلي
او لو انا موقع الكتروني وصدر قرار من المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام بغلق الموقع الالكتروني دوت، خلاص ده قرار نهائي ولا يجوز الطعن عليه؟ الطبيعي انه اي قرار اداري بيصدر من اي جهه لابد من الطعن عليه، فان ما طعن عليه قدام مجلس الدوله او القضاء العالي او غيره. فمجلس الدوله قال انه ده قرار اداري ولابد من اتاحه الفرصه لاصحاب المواقع الالكترونيه ديت او غيرهم بان هم يطعنوا على القرار الاداري دوت، واختصاص او ده يكون من اختصاص محكمه النقض، وده برضه اللي استجاب ليه مجلس النواب امبارح. يعني يمكن دي اهم النقاط اللي كان عليها خلاف. في بقى نقاط اخرى يعني اعترض عليها حتى اعضاء مجلس، بعض اعضاء مجلس النقابه المتعلقه بقى ب ب ب مثلا الجامعات العموميه للمؤسسات القوميه، بيشوف انه ده هيكون في مثلا في حاجات اخرى، يعني امور اخرى يمكن يعني هم متشددين فيها شويه، او البعض شايف انه لا، يعني نقيب الصحفيين مثلا كان على خلاف معاهم وشايف ان دي امور زياده مش المفروض ان احنا نطلبها. طبعا احنا بنرجو ان احنا نكون يعني القينا ضوء سريعا على اهم النقاط اللي عليها اعتراض من قبل الصحفيين فيما يخص هذا القانون. نروح بقى لجريده الوفد وتحت عنوان تاجيل الموافقه على الجامعات الاجنبيه، النواب يوافق على اقامه الاجانب في مصر ومنح الجنسية مقابل وديعة 7 مليون جنيه. رئيس لجنة الدفاع: القانون يتماشى مع المصالح المصرية ولا يؤثر على الأمن القومي. احنا بنتكلم في topic أو في موضوع عامل ضجة كبيرة جدا. الناس طبعا على السوشيال ميديا ابتدت تتكلم على ان جنسية مصر بتتباع، يعني بتتقال كده، يقول لك جنسية مصر بتتباع، ففي لغط. احنا عايزين نوضح للناس يعني ايه الموضوع ده. هو الحقيقه ان الموضوع ابسط من كده بكتير، يعني هو التعديل اللي بيتم حاليا على القانونين، القانون الاولاني اللي هو رقم 89 لسنه 1960 الخاص بدخول واقامه الاجانب في مصر، والثاني اللي هو 26 لسنه 75 اللي هو قانون الجنسيه المصريه. يعني انا حتى من ارقام القوانين كده بيبان قد دي قوانين معمول كل واحد فيهم عدى عليه اكتر من 40 او 50 سنه. فيعني محتاجين لتعديلات دايما، ودايما بنتكلم عن القوانين القديمه اللي معموله من حوالي 50 و60 و70 و100 سنه كمان، ولسه حتى الان لم يتم اعاده النظر فيها. الاثنين بيتم تعديلهم من اجل تمكين الاجانب اللي بيطالبوا بالحصول على الجنسيه المصريه او المقيمين في مصر لمده طويله بان هم ياخذوا الجنسيه بدل ما يضطروا كل سنه ان هم يجددوا اقامتهم. الموضوع أبسط بكده بكتير. في أمريكا مثلا أنت لو قعدت 5 سنين بتاخد الجنسية الأمريكية، ده حقيقي. في أوروبا في بعض وفي الدول وفي إنجلترا يعني في ناس في أوروبا كتير. وفي بعض الدول بمجرد ما بتتملك منزل أو بتشتري بيت فأنت من حقك تاخد الجنسية. فالموضوع والستات اللي بتروح عشان تولد في أمريكا وتدي أولادها الجنسية بياخدوا الجنسية. فالقانون هنا هو هدفه الأساسي مساعدة على الاستثمار. يعني في أجانب كتيرة جدا موجودين بيطالبوا بإصدار تراخيص أو تصريح معينة بس بيعوقهم إن هم معهمش. طب إيه اللي خلى في السابق الموضوع كان صعب؟ يعني ما دام القصة كده، يعني مع طول عمر أمريكا بتدي الجنسيات، طول عمر لندن بتمنح الجنسيات بعد فترة معينة أو بشروط معينة يعني تحت طائلة قانون كل دولة. إيه اللي كان خلى ده في الأول أساسا يكون صعب قوي كده؟ يعني ليه؟ ما هو يعني خلينا نقول ان برضه دايما لما بنشوف التغيرات اللي بتحصل في المجتمع سواء في المجتمع المصري او عالميا احنا بنحاول دايما. يعني هل هو زمان كان بيخل بالامن او مضر او خطر على الامن القومي، دلوقتي ما بقاش خطر على الامن القومي؟ اطلاقا. هو بس يمكن مع زياده عدد يعني مع تقارب الدول منها ومن بعض وفكره ان الاستثمار ودعوه مصر اصلا وحاجه مصر حاليا لفتح مجالات استثمار كتير واتجاه الدوله في دعم المستثمرين سواء المصري او الاجنبي. يعني طبعا يعني ده وفقا لطبيعه المرحله. طبعا. وحاجتنا لجلب الدولار وغيره، فده بيخلي انك تبص تعيد النظر في الاجراءات او في القوانين الموجوده عندك. اللي عندنا مثلا في الجاليات في مثلا يعني السوريين، وجود بعض رجال الاعمال السوريين واليمنيين وبعض رجال الاعمال العرب والخليجيين، هم محتاجين ان هم يحصلوا على الجنسيه المصريه بعد فتره معينه علشان يساعدهم في اجراءاتهم وفي مشاريعهم الموجوده في مصر. التعديل كمان مش ما هوش تعديل يعني اي حد هيجي يقدم، لا، هو بيشترط الاول انك تحط وديعه في البنك مش هدفها فلوسه بس، هو هدفها اثبات جديه ان هو عايز يحصل على الجنسيه المصريه. الوديعه لازم يمر عليها 5 سنين، وبعد ال5 سنين يتقدم بطلب للحصول على الجنسيه المصريه. قبل ما يحصل عليها طبعا في جهات امنيه كتيره جدا هتراجع موقفه وهتشوف هو فعلا هل هو مستثمر جاد ولا لا، هل هو عليه اي مشاكل امنيه في بلده ولا لا، هو اثار اي مشاكل في مصر هنا ولا لا، وبناء عليها يتم منحه الجنسيه من عدمه. ده حصل في كل دول العالم. احنا بس دايما عندنا ايه، يعني عندنا مشكله ان احنا برضو احيانا بنقول المعلومات غلط
واحيانا دايما بيبقى عندنا حاسس ان احنا ايه يعني اي حاجه هنعملها احنا هنعملها بشكل غلط مش بشكل صح. للاسف. ننتقل لخبر اخر، وسياحه البرلمان توصي بدعم مشروع مسار رحله العائله المقدسه. طيب الخبر ده من اهم الاخبار في الفتره اللي جايه، مسار العائله المقدسه، وده هيساهم طبعا في رواج السياحه الدينيه في مصر. احنا عايزين بقى نعرف كواليس الموافقه دي من قبل مجلس النواب. كان مباركه بابا الفاتيكان حصلت في اكتوبر 2017. صحيح. واعتمد مسار العائله المقدسه في مصر. في الحقيقه احنا في مصر عندنا يعني كنوز كبيره جدا ومواقع اثريه كتيره جدا، ما بنعرفش نسوقها، وللاسف الشديد عندنا مشكله، لا اما ما بنعرفش نسوقها لا اما احنا نفسنا مش واخدين بالنا منها. يعني احنا عندنا مسار العائله المقدسه ده اللي عمرها آلاف السنين اهو، وحتى الآن ما كناش مدركين إن ده يعني ده ممكن يبقى مسار حج لأكثر من 2 مليار مسيحي كاثوليكي، ممكن إن هم يعني ييجوا عشان خاطر يشوفوا الأماكن المقدسة ديت. فمؤخرا والحمد لله أدركنا دوت وحددنا مسار العائلة المقدسة اللي هو 25 مكان في مصر، بيبتدي من سينا ورفع والشيخ زويد، ثم مسار العائلة بقى لحد ما وصلت للشرقية وبالبيس والمعادي طبعا واسيوط، وبعد كده رجعوا تاني لفلسطين عن طريق نفس المسار. فحددنا كل الاماكن ديت، ويتم الاتفاق ما بين وزاره الداخليه والسياحه والاثار والاداره المحليه اللي هو الوزارات المعنيه بالموضوع، بوضع خطه اولا لاعاده النظر في الاماكن دي وتوفير الخدمات اللازمه فيها، بقى بناء فنادق وتنظيفها طبعا ووضع حراسات امنيه عليها وغيره، ودور كل وزاره في الترويج ليها بقى في خارجيا وغيره. ده اللي ناقشه مجلس النواب امبارح. هننتقل لخبر اخر، وهي للاسف يعني احنا بنعتذر ان احنا نتكلم عنها الصبح، ولكن ما ينفعش ان احنا نتغافل عن الكلام عن هذه الجريمه، لان هي طبعا جريمه بشعه جدا وهزت الراي العام، وكلنا متابعينها بقالنا فتره طويله. من جريده اليوم السابع وتحت عنوان الداخليه تكشف لغز جريمه اطفال الماريوتيه في 96 ساعه. طبعا احنا بنحيي رجال الداخليه، وبرجع تاني لضيفي. المشكله بدات بفيديو على السوشيال ميديا، والناس ابتدت تفتي وتقول تجاره اعضاء، مع ان في دكاتره متخصصين اتكلموا كذا مره في استحاله اصلا ان حد ياخد اعضاء يحطها في 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 ثلاجه ويمشي بيها. مفيش حاجه اسمها كده يعني. يعني موضوع زرع اعضاء ده ليه بروسس معينه ومعقده جدا، ولازم تبقى تحت اشراف طبي، ويعني في اجواء معينه، ومش كلها بتنفع. يعني مفيش حاجه اسمها انك تاخد اعضاء تحطها وتتحرك بيها. طيب السوشيال ميديا ساهمت في ان الداخليه تتحرك، ولا كانت الداخليه كده كده هتتحرك عشان تكشف هذه الجريمه البشعه؟ خلينا نقول هي طبعا كانت البدايه السوشيال ميديا لعبت هنا دور في الضغط شويه انه يتم سرعه الكشف على الجريمه، ويمكن يعني كان لها دور ايجابي، وطبعا بيبقى لها دور سلبي دايما في ترويج الشائعات اللي لها علاقه بقى بده تجاره اعضاء. ده في يعني في كلام كتير طلع في الموضوع دوت هو غير صحيح بالمره، وده اللي ثبت خلال اليومين اللي فاتوا دول. الداخليه قامت بدورها عن طريق تحديد او تضييق نطاق الشبهات في الموضوع. في موضوع تجاره الاعضاء ده تم استبعاده اصلا من اللحظه الاولى، من اول تقرير الطب الشرعي المبدئي بالزبط. اكتشف انه ما كانش فيه ان الجثث كامله، وما كانش فيه اي صله اعضاء ليها. كان في جثه واحده بس بطنها اتفتحت، ده نتيجه التعفن اللي حصل للجثه، لان كان ثبت ان هم مقتولين بقى او ميتين بقى لهم عده ايام. فبالتالي في موضوع تجاره الاعضاء ما كانش يعني تم استبعاده. الجزئيه الثانيه للداخليه بعد كده اكتشفت انه الجثث ليها ريحه كبيره جدا، فطبعا ما يعني الطبيعي ان هي تكون مقتوله في مكان قريب او ميته في مكان قريب مش بعيد، لانه مش معقول حد هيشيل الجثث مسافه بعيده ويجي يرميها هنا وهي بالريحه ديت. وهي الداخليه بتحقق في الموضوع، احد سواقين التكاتك جه اعترف انه في بالفعل سيدتين كانوا حاملين السجاده وكيسين، وجم طلبوا منه التوصيل، وجم وقفوهم هنا ونزلوا، وهو ما كانش يعرف هم لافين في السجاجيد وكده، وهو حتى ما رموش قدامه، هو نزل ومشي. بعديها بشويه رموا السجاجيد ومشوا. فطبعا ده يبين برضو ان هم قريبين من المكان ده، يعني ساكنين قريب من المكان ده. فالداخليه قعدت طبعا تبحث ورا خطوط الجريمه لحد ما اكتشفت التفاصيل الكامله ليها. التفاصيل طبعا اتعرضت على كل شبكات التواصل الاجتماعي، وكانت وعلى المواقع، والناس كلها عرفت. طيب احنا حاله زي دي، احنا بنتكلم في ام
مش هقول لك بقى فقر وجهل، لان المفروض ان الامومه دي بتبقى يعني الطبيعي، هي غريزه طبيعيه. طيب احنا بنتكلم في ست تجردت من الانسانيه من البدايه، ان انت اولا ظروفك لا تسمح خالص بالخلفه، انت واحده عماله تتجوزي عرفي، وضعك غير مستقر. طب على فكره مش لازم التطور الطبيعي للجواز يبقى الخلفه، يعني وانت بتخلفي ليه وانت اصلا مش مستعده لده؟ المهم بقت تتجوز يعني بمنتهى الاستهتار، خلفت اطفال، مسؤوليه، روح. الجزء الثاني ان هي ست مستهتره، يعني رمياهم ثلاث اطفال في سن صغير محتاجين رعايه، بترميهم من بالليل للصبح، حاجه في منتهى الرعب، حبسهم في اوضه. هو الحقيقه ثالث حاجه بقى طبعا لما الاطفال الله يرحمهم يعني دول ملائكه يعني اتحرقوا جوه الغرفه، هي بدل ما تبلغ البوليس او تستغيث او تقول انا جيت لقيت ولادي محروقين او لا، راحت واخداهم يعني قلبك، يعني ماسك عيالك اللي من لحمك ودمك وبتلفيهم وبترميهم في الشارع. وفي الاخر احنا بنتكلم في عقوبه هتبقى 7 سنين تقريبا، صح؟ بص هو هي يعني هي طبعا كل حاجه هي متعمده فيها ارتكابها، متعمده ارتكاب الجريمه، يعني ما حدش يقول لي اصل هي اضطرت مثلا ظروفها يا عيني فهي اضطرت تسيب العيال وتروح تشتغل في الكباريه او الكامله، لا هي متعمده من اول ما خلفتهم. خلفتهم بشكل غير شرعي او يمكن يعني لسه طبعا التحقيقات شغاله، خافت الجريمه لان هي متجوزه اثنين في نفس الوقت، واحد عرفي واحد رسمي، هي يعني عشنا وشفنا الست بتجمع الثلاثه مخلفها وكل واحد من واحد مختلف. الناس دي بتخلف ليه؟ في الدول المتقدمه لما بيكون في اهل مدمنين عندهم مشكله في عنف ضد الاطفال، المؤسسات المجتمعيه في الدوله دي بتسحب بتحرمهم اصلا من اطفالهم. فالمفروض لما يبقى في حالات زي كده يتعمل فيها ايه؟ ما هو برضو يعني احنا مش عايزين اطفال اساسا يتحطوا في موقف زي كده من البدايه، لان طبعا هو اولا عدم توعيه، ثانيا للاسف الشديد يعني التردي او قله العقوبات اللي موجوده عليها اللي موجوده في القانون الحالي. يعني احنا بنرجع نقول تاني القانون، يعني لما بيجي نقول القانون بقى انا في تصوري لو في قانون فعلا مشدد للجرائم اللي زي دي، اعتقد فئه زي دي لما تحب تفكر في خلفه هتحسبها مره واثنين وعشره، هتفهم ان اهمال الطفل ده ليه عقاب ما بتتسابش كده. هي اتعاملت معاهم باستهتار جدا من اول ما خلفتهم زي ما قلنا، لان هي خلفت كل واحد من اب مختلف بزواج عرفي في الوقت اللي هي متجوزه فيه رسمي، وطبعا ما نعرفش يعني ده اللي نتج عنه خلفه اصلا، ممكن يكون في امور اخرى كانت بتسيبهم في البيت وتقفل عليهم. الجيران طبعا كان لهم دور للاسف مش يعني سيء، لانه ما حدش فيهم فكر يبلغ عنها، لان كانوا قالوا بعد كده ان هم كانوا بيسمعوا دايما صوت صراخ الاطفال وكانوا مستغربين ليه دايما قافله عليهم وما بتخرجهمش وبتسيبهم الصبح وبالليل وتيجي بدل ما يبلغوا الشرطه، يعني على الاقل بلغوا ان في اطفال بتصرخ، ممكن يكون مخطوفين يعني ممكن يكون مش اولادها، يعني بالزبط. المفروض ان احنا كلنا نقوم بدوت لما شفنا لو شفنا حاجات غريبه زي دي. فللاسف هم ما عملوش ده، وللاسف الشديد القوانين عندنا يعني هي اقصى عقوبه ممكن تواجهها 7 سنين اللي هي لها علاقه باهمال الاطفال يعني، والعقوبه الثانيه اللي هي ممكن تواجهها اللي هي طبعا محاوله اخفاء جثه. غير كده للاسف ما فيش اي تهم ليها توجه ليها، واحنا منتظرين لسه التحقيقات. تتوقع ان جريمه بشعه زي دي تم القاء الضوء عليها بشكل مكثف ممكن تكون بدايه لتشريع قوانين جديده لحمايه الطفل؟ هو دايما طبعا يعني هو ده بقى ضغط السوشيال ميديا هنا، يمكن هي الجريمه لو كانت مارت مرور الكرام كان زيها زي جرائم اخرى ارتكبت وتم توقيع عقوبات برضو ضئيله زيها، لكن احنا لما بيحصل موضوع زي ده ويتم الضغط بس مش على الواقعيات نفسها، بيخلينا نعيد النظر في القوانين اصلا اللي بتحكم بقى كل عمليه فيها، والبرلمان بيتكلم عن الموضوع زيها زي اللي حصل الفيديو اللي تم تداوله من كام يوم لواحد في الشارع بيهدد شاب تاني بكلب ضال، فتم ادراك ان احنا عندنا مشكله انه في 7 مش عارف كام مليون كلب في ضال في الشارع بنسبه كلب لكل 7 مواطنين، فمجلس النواب ابتدى يناقش الموضوع ده ويشوف. بس هما يعني هي المشكله انه مش الحل ان احنا نسمم الكلاب ونقتلها، لا مش نسممها بس برضه. هو ساعتها يبقى في ضغط بقى عن يعني نتمنى ان القانون ده يراعي الجانب الانساني في الرفق بالحيوان برضه، لان طبعا في الاخر الكلاب دي مالهاش ذنب، يعني حتى الكلاب اللي بتتشرس يراعي الاثنين، يعني الشاب ده هو اصاب يعني هو اتصاب اتعور بس ده اتعور لان صاحبه مشرس الكلب بقى ذنبه ايه دلوقتي؟ يعني اصل واضح ان في اتجاه لاعدام الكلاب، وده اللي بيحصل على فكره تنفذ بالفعل، وده نوع برضو كالعاده زي حاجات كتير قوي في حياتنا بنعملها الاستسهال، اللي هو نقتل نموت. احنا ما بنقولش ان الموت كده، بس هو يعني مجلس النواب حاليا بيدرس الموضوع لسه وبيشوف ايه هي يعني يمكن لو في كلب شرس موجود في الشارع
نسيبه يعض الناس ولا لا طبعا ولا يعني تسيبه يعض الناس ولا تعدمه ولا يعدم يشوف يعني بقى طريقه بس على الاقل عايزين نعالج الامر دوت بدل ما احنا سايبينه. فهو يمكن ده بقى ده دور السوشيال ميديا في الضغط على الـ على الـ على المؤسسات والجهات مش بس مجرد واقعه وخلاص لا احنا عايزين تشوف او اعاده نظر في القوانين الموجوده. طبعا ننتقل بقى لموقع المصري اليوم وتحت عنوان الملف طبعا المهم اللي معانا يوميا هو التعليم تجديد قرار معامله الطلاب السوريين واليمنيين نفس معامله المصريين. امتى تم اصدار هذا القرار ومين كان صاحب المبادره دي؟ هو الحقيقه ده مش واعتقد قرار ان ده بالفعل موجود. انا ما اعتقدش ان اي اخوه عرب مقيمين في مصر سواء عراقيين او سوريين او فلسطينيين طول عمرهم مصر بالنسبه لهم الوطن الثاني. يعني هو القرار الخاص بالسوريين واليمنيين ده مش جديد، ده هو القرار بيتم تجديده كل سنه. سوريا طبعا من 2012 بعد الاحداث اللي حصلت في سوريا ولجوء عشرات الالاف من المواطنين لمصر فمصر طلعت عدد من القرارات لمعاملتهم معامله المصريين سواء بقى فيما يتعلق بالتعليم هل عشان المصروفات او في فروق المصروفات امور كتيره جدا سواء كانت المصروفات او تسهيل الاجراءات عليهم او الحقهم بالمدارس سواء الابتدائيه او الاعداديه او غيره فده طبعا بيأثر عليهم. وده مش بس الحقيقه مصر مش بتقوم بالدور ده بس في موضوع التعليم لا يعني مصر من افضل الدول في استضافه السوريين واليمنيين تحديدا وبتتعاملهم دايما مش كلاجئين ولا بنقعدهم في حدود على الحدود ولا في مخيمات ولا غيره احنا بيتم دمجهم في المجتمع المصري وبيتعاملوا فيهم ناس ما شاء الله عملت بيزنس وتفوقت على نفسها يعني. بتشوف ازاي اداء وزير التعليم فيما يخص السياسه التعليميه الجديده اللي بيحطها وتطبيقها من بدايه العام الجاي؟ في الحقيقه يعني انا بثق في الدكتور طارق شوقي وزير التربيه والتعليم وقبل بقى يعني الناس دايما عندها مشكله في اصل احنا خايفين من النظام الجديد. والحقيقه الاهم هل احنا عندنا نظام تعليمي جيد اصلا؟ يعني احنا مش دايما بقى لنا عشرات السنين بنشتكي من التعليم بنشتكي ان في الاخر ان الشاب او الفتاه بتخرج من التعليم من ممكن تخرج من الاعدادي والثانوي وهي لسه ما بتعرفش تقرا وتكتب برغم ان احنا ما شاء الله شفنا اوائل الثانويه العامه من الطبقه محدودي الدخل وشرفونا يعني لا ده ملوش علاقه بجوده نظام التعليم نفسه. مش بنشتكي دايما ان التعليم عندنا قايم على الحفظ والتلقين بالظبط احنا بنشتكي على الاثنين على اللي هو امكانيات اللي هي الامكانيات بتاعت المباني واللوجستيه وبنتكلم على جوده التعليم زي ما حضرتك قلت مش بنشتكي دايما من المدارس الحكوميه أيوة. وان هي مترديه وان احنا مش عايزين ندخل عيالنا مدارس حكوميه ندخلهم مدارس خاصه والناس بتيجي على اكلها وشربها في سبيل ان ندخل ابنهم مدرسه خاصه او مدارس لغات او غيره او غيره وغيره. فهل بقى لما يتم وضع منظومه جديده او يجي حد يقول والله انا هضع منظومه جديده بخطه ورؤيه مش هتتوقف عليا انا كوزير بقى هي خطه موجوده محدده هيتم تنفيذها على مدار سنوات عديده اول طالب هيتخرج من النظام الجديد لسه في 2030 يعني 20 يعني كمان كام سنه وبالتالي انا دلوقتي عندي ضمانه ان في خطه موجوده وفي رؤيه وفي نيه او اتجاه من المؤسسات الدوله والقياده السياسيه فيما يتعلق بملف التعليم طبعا زي ملف الصحه وغيره. فانا دلوقتي ده الوقت او جه الوقت اللي احنا فعلا نقوم بتعديل جذري لمنظومه التعليم كلها. ننتقل بقى لاخر خبر معانا ومن بوابه الاهرام وتحت عنوان ترامب يصف الاتحاد الاوروبي بالخصم. طيب ترامب كان هيتسبب خلاص في ازمه سياسيه ما بين واشنطن ولندن وده بعد ما سال ملكه بريطانيا عن رايها السياسي في اللي هي بتعمله حكومتها يعني وده اصلا ممنوع دستوريا ده وفقا للدستور البريطاني. في نفس الوقت علاقته متوترة بمستشارة ألمانيا أنجيلا ميركل وهو بيعمل إيه مع الاتحاد الأوروبي؟ يعني هو عايز إيه بالظبط ترامب؟ يعني ترامب مثير للجدل من أول يوم ترامب مثير للجدل وترامب يعني الحقيقة أكتر حاجة تخصه هو شعبه وهو رجل اقتصادي ده هو رجل اعمال فهو ما يعني تصريحاته السياسيه احيانا اللي بتفلت منه بيتراجع عنها فيما بعد او وزاره الخارجيه بتطلع بيانات تصلحها او بيطلع بيانات الابيض يطلع ينفي ده غير ان طبعا اتوجهت له انتقادات حتى في صوره مع ملكه انجلترا وهو طالع سابقها وبيبص الناحيه الثانيه وما فكرش حتى يعني البادي لانجوج البروتوكول وايز حتى هو ما التزمش بيها فدي حاجه بتسيء لبلده يعني هو بيمثل بلده في الاخر يعني هو شخصيه غريبه جدا طبعا شخصيه غريبه يعني بس خلينا نقول ان هو في الاول يعني هو مشكلته مع الاتحاد الاوروبي حاليا هي مشاكل اقتصاديه وهو دايما بيلعب معاهم الجزئيه دي بتصريحات بتخوفهم شويه لكن بيرجع عنها تاني وخصوصا انه في نفس التصريح ده هو قال ان هم خصم لكن في نفس الوقت قال ان هم منافسين مش اعداء يعني هو في نفس التصريح اكد على كده
وفي الوقت اللي هو قال فيه ان روسيا عدو، هو النهارده في قمه ما بينه وما بين بوتين، في الوقت اللي هو هاجم فيها الصين هو برضه ليه هيقابل هيروح الصين بعد زياره روسيا، وبالتالي تصريحاته ديت هي احيانا بيبقى الغرض منها هي مناوئه مش اكتر يعني. احنا طبعا في نهايه جولتنا في فقره الصحافه بنشكرك شكرا جزيلا استاذ محمد اسعد الصحفي بجريده اليوم السابع على قراءه منشطات صحف اليوم. شكرا ليك، صباحك صباح الخير. مش قادرين نسيبكم مع فاصل ونرجع نكمل بقيه فقراتنا، خليكم معانا. يا صباح الورد، كل واحد مننا بيبقى جوه الذاكره بتاعته فيلم او مسرحيه او مسلسل او حتى مباراه كوره اثرت فيه. النهارده سالنا الناس عن المسلسل او المسرحيه او الفيلم او حتى ماتش كوره اللي اثر فيك، تعالوا نشوف. احنا بنقول اكيد في افلام او مسرحيه او مسلسل بتخش ذاكرتنا ما بتطلعش منها. تفتكر ليك انت شخصيا ايه، فيلم او مسلسل او مسرحيه او مباراه كوره مثلا؟ لا، وفي العادي يعني المسرحيات اللي احنا اتفرجنا عليها من زمان واحنا صغيرين زي العيال كبرت، شاهد ما شافش حاجه، مدرسه المشاغبين، الحاجات اللي هي اثرت فينا وادت بعض الكومنتات الغريبه اللي بتحصل في مجتمعنا حاليا. اديني كده كومنت من العيال كبرت. رمضان. انت جيت يا رمضان. رمضان السكري. بحب فيلم قوي صيف 105. الله. وفي فيلم الفتوه. ايوه. الذكريات دي بقى. بيتنا رجل. وفي بيتنا رجل. تفتكر في رصيف نمرة 5 أكتر مشهد عجبك إيه؟ اللي جاكو دوستم جه عند فريد شوقي وجه قال له شد إمتى كان ده حصل؟ وهو عامل القتيل وعاوز يمشي وراه وكده يعني. إداله السبح. وإداله السبح، فين سبحتك يا ريس؟ أنت بالنسبة لك فيلم أو ماتش كورة مثلا أكتر حاجة ممكن تكون في ماتش كورة؟ مجدي عبد الغني. كأس العالم 93؟ هو أكتر حاجة يعني الواحد فاكرها، والحمد لله اترحمنا منه السنة دي. أنا محمد صلاح. ما في جول قبل صلاح. جاب جول، بس جاب جول بنالتي نفس الموضوع يعني، فخلاص. أكيد نهائي كأس 2006 بتاع أمم أفريقيا بتاع مصر، ده ممكن مؤثر فيا جامد. فاكر مين اللي جاب الجول؟ لا، هو كان ضربات جزاء. مش حدش جاب ضربات جزاء؟ ما كانش. كان ضربات جزاء. الحضري طلع فوق العارضة وكان بطيخة. أكيد كلنا هناكل بطيخة. فيلم أغلى من حياتي. أغلى من حياتي. بتاع مين؟ صلاح ظروف فكر وشادية. أكتر مشهد بيأثر فيك أو المشهد الأخير، المشهد الأخير في الفيلم اللي هو إيه؟ وصفات صلاح ظروف فكر في الفيلم اللي هو شخصية أحمد. بتحافظه؟ جدا. بتحبه؟ جدا. صرصار فوق النيل. برافو. أكتر مشهد بيعجبك في الفيلم إيه؟ عماد حمدي. فيلم صعيدي في الجامعة الأمريكية. صعيدي في الجامعة. أكتر مشهد ممكن يكون لسه فاكره لحد دلوقتي بتفاصيله؟ مشهد ما لما كان بيقول الشعر. بس العيال كبرت. مسرحية العيال كبرت بعشقها الصراحة. مرة واتنين وتلاتة اتفرج عليها ما تزهقش. بالظبط. أكتر مشهد فاكره منها إيه لحد دلوقتي؟ لا مش عادي يعني، مش جاموسة راحت تقابل جاموسة. مدرسة المشاغبين. مسرحية مدرسة المشاغبين. أنت كنت منهم بقى؟ يعني شكلك مشاغب يعني. لا مش قوي يعني، ده انا جميل وهادي والله. عسل اسود مثلا. عسل اسود احمد حلمي. حلو. اكتر مشهد ممكن تشوفه وتتاثر بايه؟ هو لما كان هيسافر ورجع بعدها. حلو. كل افلام اسماعيل ياسين، فريد الاطرش، ليلى مراد. تفتكر ايه اسماعيل ياسين كده يعجبك قوي؟ اسطور في البحر تقريبا، او اسطور في البحر. عسكري رجب. ايوه. شاويش عطيه. مسلسل ذئاب الجبل. ذئاب الجبل. بدر بدار. تفتكر ايه بقى من المسلسل ده مشهد كده يعجبك قوي؟ المشهد لما قابل ورده في اخر المسلسل. ايوه. ورده بدري ورده. صباح الفل. صباح الجمال. صباح الفل. صباح الفل. صباح العسل. حياتي يا استاذ، حياتي، ربنا يخليك. شكرا. بكم من جديد، وفقرتنا دلوقتي بتتكلم عن مجموعة من الشباب قرروا أو فكروا بعقلهم إن هم يغيروا حياتهم وحياة بلدهم. عملوا إيه؟ عملوا مبادرة اسمها اعمل بيزنس. المبادرة دي عبارة عن إيه؟ دي عن طريقها بقى بيقدروا إن هم يقدموا خدمات مجانية ومخدمات تانية مدفوعة لأفراد، لشركات، لأي حد، عشان يعمل إيه؟ عشان يقدر إن هو يحول المشروع بتاعه الفاشل إلى مشاريع أو مشروع ناجح. ده إزاي؟ إن أنت
تسوق بقى لشركتك صح او لمحلك او لنفسك، كل ده هنعرفه مع اعمل بيزنس مع المهندس المشرفنا محمد الباز منسق المبادره. صباح الورد عليك. اهلا بيك. صباح الورد عليك. ويمكن سمر قالت نقطه لفتت نظري قوي في المقدمه، بتقول لك المشاريع الفاشله ان انتوا تنجحوها، هي دي المرحله اللي قبل السجن على طول بتاعت الشيكات ولا يعني؟ عايزين نعرف عشان لما ندخل مشروع احنا بص حاطين التارجت بتاع القرض، ياخد القرض وتيجي تعمل المشروع. بصوا حضرتك زي ما تقولي بالظبط، يعني هي المرحله اللي قبل السجن بالظبط. لا بتخرج ده فعلا. بصوا احنا الشركه عندنا بدات، احنا مجموعه شركات، انما الشركه الاولانيه انا عملتها سنه 98، وبعدين جت في 2008 كان في زي كده انهيار في البيزنس عالميا واثر علينا جامد جدا. لو كان 2007 2008 يعني. طيب خلينا نقول الشركه الاساسيه اللي هي 98 هي الشركه كانت تخصصها ايه؟ برمجيات. اوكي. وكانت ناجحه جدا يعني، كانت من انجح شركات في مصر. وبعدين في 2008 حصل دروب عنيف جدا. صحيح. لحد 2010، وبعد كده بدانا يعني بدات افكر طب ايه سبب الدروب ده. فعملت مجموعه دراسات كده، منها ماجستير في استراليا، ماجستير في الاداره، وحاجه كده شبه الماجستير في الاداره الماليه علشان افهم اللي انا كنت بعمله ايه. فلقيت ان في فجوه كبيره جدا بين اللي كان واحد التصرفات اللي بيعملها والعلم او المفروض او المفروض تتعامل. طب ازاي بقى احنا دايما بنتكلم عن النقطه دي؟ يقول لك النظري حاجه والعملي حاجه ثانيه. لا طبعا، هو النظري يعني العملي المفروض ان هو يبقى يعني حاجه بعد النظري، يعني الواحد المفروض يتعلم بعد كده يطبق. يعني مفيش دكتور مثلا في كليه الطب بيقوم جاي بيعالج الاول بعد كده يتعلم عملية بعد لازم يقعد 7 سنين يتعلم وبعد كده ينزل يمارس. نفس الكلام لو هو مهندس، انما للاسف في البيزنس مفيش كده، المفروض برضو لازم نتعلم الاول، نتعلم كويس قوي وبعد كده نبدا نمارس. بدانا المبادره اعمل بيزنس في 2012، والحمد لله النهارده عندنا حوالي 1,000,000 متابع. المليون فيهم الاف قدرنا نغير من حياتهم، من اول كده شباب مثلا ما كان يائس من حياته، النهارده بعد كده فتح محل ملابس اطفال، بعد كده عمل مصنع بقى اكبر مصنع ملابس اطفال في مصر. شركات كانت بتقفل وفعلا الحمد لله عن طريق قدرت ان هي تقف على رجليها تاني. في شباب مثلا ما كانش في شاب كان بيقول لي ما كانش عندي اي حاجه خالص، وكنت في الجيش قعدت السنه بتاعت الجيش دي بقرا في اعمل بيزنس، بعد كده عمل بيزنس النهارده عامل. يعني حتى لو تعليم ذاتي ده مهم، يعني هو كده الحاله اللي حكيت عليها دلوقتي ده حد علم نفسه ذاتيا، مش شرط يدخل في مؤسسه ياخد كورسات. احنا بنعلم الناس اونلاين، بنعلم الناس عن طريق الانترنت، اللي هو انا بقول له ايه المفروض ايه الصح اللي يتعمل، بجيب ناس بتحكي قصص نجاح هي عملت ايه من الاول. أوكي. خالص، لان للاسف احنا عندنا الممارسات اللي في البيزنس للاسف كلها مبنيه على خلفيات غلط، انما العلم بيقول حاجه واحنا بنعمل حاجه ثانيه والتطبيق حاجه ثانيه. طب باشمهندس محمد، ايه الحاجات اللي حضرتك يعني خدمات قدمتوها لافراد او شركات كنموذج؟ بص حضرتك، احنا عندنا خدمات مجانيه وخدمات مدفوعه. خدمات المدفوعه طبعا دي لسه حديثه من 2017، انما قعدنا من 2012 لحد النهارده خدمات مجانيه، اللي هي ان احنا بننزل كل يوم مجموعه بوستات، البوستات دي بتشرح نقط معينه مهمه جدا في الاداره، بنرد على حوالي 700 سؤال او استفسار او استشاره اسبوعيه حول البيزنس او المشاريع. يعني حد مثلا عنده مشكله مع موظف مثلا معين، حد بيشتغل موظف مثلا وعايز يترقى مش عارف. يعني لسه مثلا من اسبوعين كان حد في مؤسسه كبيره في مصر كان بيقول لي ان انا قعدت فتره طويله جدا مش عارف اترقى، ودلوقتي نائب مدير المؤسسه دي نتيجه ان هو بدا يتبع الخطوات دي. هو الموضوع مش سحر ولا حاجه، ولكن هو علم. طب ما تيجي يعني نتكلم بقى على حته الترقيه دي عشان حساسه شويه. احيانا واحد بيبقى كفء جدا او كفاءه جدا وما بيترقاش لانه مش على مزاج المدير بتاعه، دي هنعمل فيها ايه بقى؟ لا الكلام ده مش صح. اولا هو لو هو كفء جدا وما بيترقاش عشان خاطر انا هفترض ان يعني مش من المفضلين او مش من حاشيه، لو هو فعلا كفء هيلاقي هيقدر يترقى في مؤسسه ثانيه، تمام. يعني هيقدر يقدم على مكان ثاني وهيتخطف، لان طبعا احنا لو عندنا هو عنده كفاءه. لان الكفاءات في مصر قليله جدا، تمام. انما هو الطبيعي ان هو لازم يسال نفسه انا ما بترقاش ليه، بعيدا عن ان هو ممكن يفسر الموضوع على ان هو مش جاي على مزاج المدير، بس هو الموضوع مش كده. الموضوع يطلع هو الموضوع ايه بقى؟ الموضوع ان هو اولا ممكن يبقى مش كفاءه، هو فاكر ان هو كفاءه، ممكن يبقى هو امكانياته الاداريه قليله، لان عشان يترقى لازم يبقى عنده امكانيات اداريه اعلى. مش لازم اللي بيشتغل كفنيا كويس يبقى اداريا كويس. حتى يمكن انا في الكوره يعني بنشبهها كده، ان مارادونا اعظم لاعب في التاريخ كان مدرب فاشل. صحيح. وجوزيه مورينيو ما لعبش كوره وهو من احسن مدربين العالم. الخطيب كان لاعب عظيم ويعني في التدريب مش الاداره حاجه والفن حاجه او الحاجات الفنيه حاجه،
احنا يعني برضو مش لازم صور. يبقى مذيع ناجح قوي صح ومش يبقى ممكن يبقى رئيس قناه ناجح والعكس ممكن يبقى رئيس قناه ناجح ما كانش اصلا مذيع يعني حتى كان في اعلان شهير قوي يقول لك انت مكانك مش هنا يعني ممكن احنا فجاه نكتشف ان احنا مكاننا مش هنا مش كده محدش بيهتم بيك احنا عملنا لك بنك موضوع ان مكانك مش هنا ولازم تبدا مشروعك الخاص وبسرعه وتحقق ذاتك ده برضو كلام مش صح بمعنى ايه اي حد عشان ينجح لازم يبقى عنده ثلاث حاجات اول حاجه الحافز تاني حاجة العلم تالت حاجة الممارسة تمام انا ما ينفعش احفز واحد واقول له قوم وحقق هدفك وحقق وهو اصلا نايم وكسلان وما عندوش اي لو عنده حافز كبير بس ما عندوش علم وما عندوش ممارسة هيعمل كده وزي ما هياخد قرض من البنك وفي الاخر برضو وده حالات احنا شايفينها هيلاقي نفسه هيتسجن طب باشمهندس محمد لان هو حافز عنده عالي وراح خد قرض فعلا بس ما عندوش لا علم ولا ممارسة طيب خلينا بقى نتكلم في جزئية عشان دي برضو نقطة مهمة قوي في كتير يعني من المهن اللي هي في طبيعه مهن لها اكسبايري ديت وخصوصا المهن اللي بتكون تحت الاضواء باي يعني اي مجال ودايما بيبقى يعني ودايما بيبقى يعني لعبت الكوره مثلا الممثلين يعني مش يعني الناس اللي هي بتبقى دايما تحت الاضواء وفيها مجال تنافسي عالي دايما هتلاقيهم بيحبوا يعملوا برايفت بزنس عشان يبقى في حاجه الدخل بتاعها ثابت فدلوقتي ايه اللي ينقص بقى يعني في ناس تقول لك ايه ما دام معاك راس المال خلاص وانت مش فاهم في الفيلد ده قوي اجيب واحد يفهم ويدير راس المال انا كده همشي هروح افتح كافيه مثلا والكافيه دي مش مجالي انا مذيع وعايز اعمل مشروع فقلت هفتح كافيه اعمل ايه علشان ما افشلش ما انا مش فاهمه حاجه في الكافيهات ما عنديش فكره عن المطبخ ما عنديش فكره عن الشيف ما عنديش فكره عن المنيو علشان لا ايه بص حضرتك دي مشكله كبيره جدا وبرضو بتعرض ليها الايام دي كمان مصريين كتير بيجوا من الخليج معهم فلوس وعايزين يفتحوا بيزنس فبيعمل ايه يوم جاي عنده 2 3 4 مليون حاططهم في مجال وبعد كده المجال ده يفشل ويضطر ان هو كل حاجه بالظبط كده اللي انا بقوله دايما ويمكن حتى احكي لكم قصه كده لطيفه كده ان انا لازم اشتغل في المجال اللي انا هفتحه فتره كفايه على الاقل سنه او سنتين يعني في حد مهندس كان شغال في شركه مالتي ناشونال في الخليج وبعدين لما جه قال انا عايز اشتغل في الجيبسون بورد قلت له طيب انت روح اشتغل بايدك في الجيبسون بورد اشتغل عامل وبعد كده عجان تمام وهيترقى يبقى فني كل ده بس هو بيتصل بيقول لي الناس كلها بتقول لي انت مجنون اللي انت بتعمله ده قلت له لا الناس دي كلها لما هتخسر فلوسك ما حدش هيطلع من جيبه فلوس يديك تمام سيبك من الناس خالص انت لازم تبقى فاهم في المجال اللي انت هتفتحه عشان بعد كده تقدر تحاسب الفني وتقدر تحاسب العامل يعني انا اروح اشتغل في المطبخ عشان افتح يعني بالظبط اي حد عايز يعمل مشروع عايز احنا المبادره بتاعتنا يعني توسعت وشملت دول الخليج فانا كان مثلا الاسبوع اللي فات عندي شاب من السعوديه وجاي من مصر عايز يفتح مطعم فجاي يتدرب في مطعم عشان يبقى بيقدر يشوف بنفسه ايه اللي بيحصل جوه المطبخ ايه اللي بيحصل في التقديم لازم اي حد بيعمل بيزنس معين على السكيل المشاريع الصغيره والمتوسطه لازم يبقى فاهم كويس قوي ايه اللي بيحصل ده احنا عايزين نسمع حاجات كتير قوي منك ونتعلم حاجات كتير منك بقى. تعال بقى نشوف جرافيكس كمان تعلق لنا عليه معانا الصور دلوقتي اهي ده مثلا معنا. دي احنا مقسمين البيزنس لتخصصات تخصص زي الانجليزي لازم مهم جدا ان احنا نبقى فاهمين لان دي لغه المانجمنت عموما المبيعات دي حاجه من اهم التخصصات اللي في اي بزنس دي موجوده على الموقع الموقع ايه بقى الموقع ده لا قول لنا الموقع الموقع اسمه اعمل بزنس اعمل بزنس.com ده من بدانا فيه السنه اللي فاتت الموقع ده مدفوع علشان الناس بدات تقول ان البوستات دي مش كفايه احنا محتاجين حاجه منظمه اكتر ممنهجه اكتر منهجيه فبدانا نعمل بقى كورسات كل شهر بندي حوالي 20 كورس اونلاين كله أونلاين كله يعني اي حد عايز يسال على حاجه او يدخل يشوف اللي عند حضراتكم بيدخل اونلاين اعمل بزنس بالظبط كده أوكي. طب هل انجلش اللغه الانجليزيه والسيلز والسبلاي تشين دول مثلا ثلاث خطوات علشان اعمل بزنس ولا كل واحده فيهم تخصص لا كل واحده فيهم تخصص بس انا لو انا عايز ابقى يعني لو انا عايز اتخصص في المبيعات لازم ادرس في المبيعات بس او اركز في المبيعات اكتر لو انا عايز اتخصص في سبلاي تشين لازم ابقى مركز فيها لو انا عايز ابقى رجل اعمال او عايز افتح مشروع لازم اعرف عنهم كلهم كل واحد على الاقل كورسين اخد كورسين فيهم تمام وكل الخدمات دي هي المجانيه بالظبط لا دي مدفوعه دي مدفوعه اونلاين كورس بالظبط كده بالظبط طيب
طيب دي دي حاجه كده يعني، ده اعلان او عن فنون الماركتنج. التسويق ده حاجه من اهم من اهم ايه، ما نتكلم بقى على ارض الواقع. ده اي حاجه في اي برودكت في الدنيا 80% تسويق 20% كواليتي، صح؟ ممكن ماشي ما صح؟ يعني ممكن شفتني عارفه ازاي اصل ده اللي احنا شفناه. التسويق مهم جدا جدا، ولكن برضو عندنا حاجه اسمها اداره المخاطر، دي برضو مهمه جدا، دي محدش بياخد باله منها، وسبب برضو ان مشاريع كتيره جدا بتفشل. اداره المخاطر دي ريسك مانجمنت. ريسك مانجمنت، زي مثلا زي ما احنا حضرتك قلتي في الاول، القرض، ان انا اخد قرض ومش عامل حسابي ان انا في الاخر لازم هسدده، ومش بدير المخاطر بشكل كويس. المالتي ناشونال، الماركات المالتي ناشونال، احنا بنعلم الناس ازاي الماركات دي نشأت، وازاي ان الناس دي بتقدر تعمل ماركات على مستوى العالم. والموضوع ما هوش برضو سر ولا هو سحر ولا اي حاجه، الموضوع علم. الناس دي بتاخد خطوات، والخطوات دي معروفه، احنا برضو بنعلمها جوه. ودايما الناس بتفضل ان هي تشتغل في مالتي ناشونال عن ان هي تشتغل في شركه عاديه. هو ده مش صح قوي يعني. احنا بنقول ان في مراحل في حياه الانسان، لو هو لسه صغير لازم يشتغل في شركه متوسطه او صغيره او محليه، لان المالتي ناشونالز ما بيعلموش كويس. الشركات المالتي ناشونالز ما بتعلمش وقت كويس. للتعليم، بس دي كان في حد بيعلمه فيبتدي يحترف بقى زي اللاعب اللي بيحترف دوليا. بالظبط كده. ستارت ناو. ده بعد بقى ما نخلص كل حاجه لازم يبدا على طول، طالما هو قدر يبقى عنده علم قوي وبقى عنده ممارسه لازم يستارت على طول. حلو دي، يعني انتوا مش بتقعدوا بقى تسخنوا الناس وتلبسوهم في حيطه، لا انتوا بتحضروهم الاول. الخطه المستقبليه لحضراتكم ايه؟ يعني شايفين نفسكم فين؟ احنا ان شاء الله، احنا دلوقتي الحمد لله اكبر اكاديميه في الوطن العربي. احنا بنخطط ان احنا ان شاء الله خلال ال 10 سنين الجايين نبقى من اكبر الاكاديميات على مستوى العالم. هننزل ان شاء الله، هيبقى لينا يعني مستهدف. مين اللي بيحدد ان هي اكبر اكاديميه في الوطن العربي؟ هل في مثلا معايير والله هو حتى الان ما فيش منافسه يعني، او احنا اول ما فيش غيرنا يعني، فاحنا الاول على نفسنا. بالظبط كده. وفي نفس الوقت عدد الناس اللي موجوده معانا يعني، احنا عندنا مليون فولور او مليون متابع. المليون متابع دول في دول مختلفه كتير، احنا عندنا مثلا وكلاء في الصين، في صفحه على الفيسبوك، في اليابان، وكلاء في السعوديه، وكلاء في معظم البلاد، كل دول. ممكن صفحه على فيسبوك. طبعا صفحه فيها حوالي اسمها برضو اعمل بزنس. عربي ولا انجليش؟ لا بالعربي. اعمل بزنس. ما تيجي يا سمر نعمل بيزنس، يلا ادخلوا على الصفحه. ده هندخلكم قبل ما تعملوا بيزنس. لازم تتعلموا الاول كويس قوي، وبعد كده. طب انت هتفتحي كافيه تنزلي تعملي قهوه؟ اعمل قهوه، شوفي ممكن اتدرب على القهوه اخر حاجه. طيب احنا طبعا بنشكرك شكرا جزيلا، وعايز اقول لك انت عامل مشروع فعلا مهم جدا. ان الموضوع يا جماعه ما بيجيش بالفهلوه، كل حاجه بالزبط. عايزه دراسه، نصبر على نفسنا شويه ما نستعجلش، نبتدي ناخد وقتنا في ان احنا نتعلم قبل ما نقرر نبدا بيزنس. بالظبط يعني. نورتينا يا باشمهندس محمد، وان شاء الله لازم يبقى لينا فقرات تانية كتير، نشوف بقى بقيه الستبس كلها، ونشوف وصلنا لفين وعايزين نعمل ايه، عشان احنا مش هنسيبك خلاص، احنا هنعمل بزنس. مهندس محمد الباز، منسق مبادره اعمل بزنس، نورتينا. وصباح الورد عليك. صباحك صباح الورد. مشاهدينا هسيبكم مع فاصل ونرجع نكمل بقيه فقراتنا، خليكم معانا. ميس باسكت، الفكرة الجديدة والمختلفة واللي كانت عبارة عن جروب اعتبروا البعض مجتمع متكامل للسيدات في أكتر من 90,000 عضو. بص، ميس باسكت فكرة جت تلقائية بيني وبين صحابي، قررنا نعمل جروب على الفيسبوك نقعد نتكلم فيه عن اللبس والموضة والحاجات دي، وبعدين الجروب ابتدى يكبر وناس كتيرة دخلت وبقى فيه فنانين فالحمد لله الجروب كبر قوي، بقى مسمع عند كل الناس تقريبا دلوقتي. الجروب مش بقاله كتير، الجروب بقاله سنتين، شهر 10 ده هيكمل سنتين. هو الجروب عشان كبر قوي، فاحنا عندنا كتير قوي ديزاينرز مصممين، سواء بقى لبس او اكسسوارز او سيلفر او كده. فجات لي فكره مني، عارفه كل الديزاينرز، واحنا عددنا دلوقتي في ميس باسكت 90,000، فقلت اشجعهم ونعمل بازار، بدل ما هم بس بيحطوا صورهم على جروب، ليه ما يعرضوش حاجتهم دي لايف والناس تيجي تشتري وتشوف الحاجات دي لايف. سبيشلي ان انا بشوف ان احنا في مصر دلوقتي الديزاينرز بقوا احسن بكتير انك تروح تشتري لبس من مول مثلا، اسعار احسن، كواليتي احسن، ومنتج بلدك، فانت كمان بتشجعهم. فمن هنا جت فكره البازار. الحمد لله ده اول بازار نعمله، ولحد دلوقتي الحمد لله ناجح، وان شاء الله ما يبقاش اخر مره يعني. تقديم المساعدات وإطلاق المبادرات لتشجيع المصممين وعمل بازارات لعرض منتجاتهم وتقديم خصومات كبيرة من أشهر الماركات أهم مميزات ميس باسكت اللي أصبح مجتمع متكامل للسيدات. علق القلم هنا بقى. أيوة.
احنا رجعنا لكم مره ثانيه وفقرتنا دلوقتي فقره مرتبطه بالضحك جدا. احنا بنتكلم عن اليوجا. اليوجا غير ان هي حاجه بتساعد قوي روحانيا وبدنيا وبتعمل شيبنج للجسم، كلها فوائد في الحقيقه اليوجا وبتخسس كمان. فهنتكلم كمان مش بس يوجا، يوجا الضحك دي حاجه جديده بقى احنا ما سمعناش عنها قبل كده، على الاقل هنا في صباح الورد او يمكن ناس كتير ما سمعتش عنها. فهتكلمنا عنها ضيفتنا اللي منورانا استاذه منال العطار، وهي اول مدرسه مصريه معتمده اليوجا الضحك. عايزين نعرف يعني ايه اول مدرسه مصريه معتمده اليوجا الضحك. هنعرف بقى التفاصيل اكتر منها. اهلا بيك يا منال ومنورانا صباح الصباح الورد. صباح الورد. اهلا بيكي صباح الورد. يعني منال، موضوع غريب شويه من واحنا بنقوله في الانترو الصبح، يوجا الضحك. يعني احنا شايفين اليوجا كده بدات تدخل في حته تانية. ايه هي يوجا الضحك؟ هي يوجا الضحك عباره عن تدريبات تنفس مع تدريبات ضحك، وفي الاخر في استرخاء عميق. هي بدات في الهند من 20 سنه، اللي بداها المبتكر بتاعها اسمه دكتور مدان كاتاريا، هو دكتور طبيب من الهند. بدات الاول هو وزوجته ومجموعه من اصحابهم بقوا يعملوا يوجا الضحك في حديقة عامة يعني. بعد كده طور الموضوع وانتشرت في العالم كله. اكتشفتيه ازاي؟ على اليوتيوب؟ انا كنت سمعت عنها من سنتين وحضرت مع مدربة زميلة مشهورة، هي اول مدربة مصرية مريم عمارة، فحضرت معاها يوجا الضحك عجبتني جدا وفكرت ان انا اكون مدربة. يعني ايه اول مدرسة؟ هي مدربة اخدت الكورس مع مدرسة. مع أوكي. مدرسة طب بس حضرتك دلوقتي انا دلوقتي اول مدرسة مصرية. يعني ايه اول طب دلوقتي هنقول اول مدرسة مصرية معتمدة ليوجا الضحك، معتمدة من قبل ايه؟ من الدكتور مدان كاتاريا مبتكر يوجا الضحك. انا سافرت الهند واخدت الكورس معاه. اوكي. فبقيت اول مدرسة مصرية. احكي لنا بقى عن رحلة الكورس ده. لازم نعرف الكورس ده، عايزين نعرف التفاصيل بقى. يعني سافرتك للهند ورحلتك للهند والكورس مدته قد ايه؟ الكورس 5 ايام بس في وقت تدريبي بعديها حوالي اسبوع. في الهند في بنجالور اللي بيديه دكتور مدان كاتاريا شخصيا، بيأهلني ان انا اكون مدرسه، ارجع مصر بقى ادي كورس التدريبي للمدربين. مدان كاتاريا ده نفس قصه ديباك تشوبرا، دكتور ديباك تشوبرا هو احد المدرسين اللي هو السبريتشوال تيتشرز، المدرسين الروحانيين في الولايات المتحده الامريكيه. هو برضو اصلا هو رجل هندي وبرضو كان في الاساس طبيب بشري، وقرر ان هو يتجه بقى للتامل والروحانيات وليه يعني كتب عديده. فهو تقريبا نفس السكه برضو. هي نفس الفكره، لان هو دكتور طبيب فلقى فوائد يوجا الضحك على المرضى قد ايه بتزود المناعه وبتحسن. طب خلينا نتفرج دي اهميه اليوجا. احنا دلوقتي بنعمل تدريبات تنفس مع ستريتشنج. دي بتدرب عضله الحجاب الحاجز، ان احنا نستخدم الجهاز التنفسي بالكامل. هل شرط ان التمرين يبقى فيه ضحك كده؟ هو ما هي يوجا الضحك عباره عن تدريبات ضحك مع تدريبات تنفس. بصوت عالي الضحك ولا ضحك مجرد ابتسام؟ لا، ده من شروط الضحك انه يكون صوت عالي جدا ومن البطن مش من الحلق. عن طريق بحرك البطن، عضلات البطن وعضله الحجاب الحاجز، ده اساس الموضوع يعني. ده اساس. طب خلينا يا جماعه نقول انه مبدئيا للاسف احنا عندنا حاجه في التراث بتاعنا، جمله سخيفه قوي بتقول لك الضحك من غير سبب قله ادب. اليوجا بقى يوجا الضحك دي بتثبت العكس، ان التكشير والتبويز من غير سبب هو اللي قله ادب في الحقيقه، ومفيش داعي ان انت تنشر الطاقه السلبيه في وش اللي قدامك. هو ده صحيح. مش كده ولا ايه؟ الضحك اولى يعني. طب لو حد عنده مشاكل كتير جدا، طبعا يعني هو معظم الناس عندها، مفيش حد ما عندوش مشاكل، او عنده انسكيورتي، عدم ثقه بالنفس في حاجات معينه، جوانب معينه في شخصيته، وده منعه من ان هو يضحك، يعمل ايه وهو بيحضر الكورس ده؟ يعني الضحك مش هيبقى لما يبقى مفتعل مش بيبقى مؤذي ولا؟ لا بالعكس، هو اصلا يوجا الضحك مبنيه على فكره ان الجسم ما بيعرفش يفرق بين الضحك الحقيقي والضحك المصطنع. زي العقل الباطن بالظبط، عشان كده بقول لك دايما بيترجمه ان هو ضحك بالظبط. بس بيكون ليه شروط معينه بقى، ان انا اضحك مده ما تقلش عن 20 دقيقه. لا متواصل؟ متواصل، عشان كده احنا بنعمل يوجا الضحك. احنا كده عمرنا ما دخلنا الضحك جسمنا. دي نعملها ازاي دي؟ ده لا، ما هو عشان كده احنا بنعمل جلسات يوجا الضحك بتبقى ساعة. طب منال، أهمية بقى موضوع يوجا الضحك دي، أو هتعود بإيه الفوائد اللي على جسمي بقى؟ يعني في ناس فاهمة، هي ليها فوائد كتيرة جدا جدا، من أهمها إن احنا بنزود الأكسجين اللي داخل الجسم عن طريق التنفس العميق. التنفس العميق والضحك العميق اللي بصوت عالي من عضلات البطن ومن الحجاب الحاجز ده بيزود جدا. انت بتعملي تمارين كده ليه دلوقتي؟ بتعملي تمارين معاه؟ ايوه، هو سيره الضحك. ايوه السيره ضحكتني فعلا.
تمام. فده بيزود الاكسجين لداخل الجسم. بيزود افراز هرمون الاندورفين في المخ، وده بيزود الاحساس بالسعاده وبيقلل الاحساس بالالم. كمان بينشط جهاز المناعه، بيحسن كفاءه عضله القلب. تمام. بيقلل الاسترس والضغوط، بنعمل تفريغ لكل المشاعر السلبيه والطاقات السلبيه. هل بيساعد فعلا في شيبنج الجسم، ان الجسم يبقى ليه شكل، ولا زي ما احنا متعودين من اليوجا او عارفين عن اليوجا؟ لا، هي مختلفه شويه، لان هي تدريباتها بسيطه جدا، ممكن اي حد يقدر يعملها باي حاله صحيه واي وزن. ما بتشترطش لياقه معينه زي اليوجا العاديه. طب حلوه دي قوي. 20 دقيقه ان انا اقعد اضحك لمده 20 دقيقه موضوع صعب شويه، يعني احنا ممكن نضحك وممكن ندخل في هستيريا ضحك لمده دقائق معدوده، يعني بكتير دقيقه دقيقتين، لكن 20 دقيقه عشان اخد كل شغلي نكت بقى الحاجات دي اعملها ازاي؟ هو زي ما حضرتك بتقولي شغلي نكت، دي هي اصلا يوجا الضحك معموله عشان كده، عشان انا ما اعتمدش ان انا استنى نكته او فكاهه او دعابه عشان اضحك. اضحك لوحدي كده على طول، بعمل تدريبات ضحك فبضحك. اه لان هو ده الفرق بين او مش مستنيه حد يقعد يزغزغي كده في راسي. ايوه. يعني احنا بنعلم الانسان، يعني يمكن دايما برضو هو ده الفلسفه الاساسيه بتاعت اي سبريتشوال تيتشر او معلم روحاني في العالم، وهي ان هي بتعلمك ان السعاده او اي حاجه في حياتنا عايزين نحققها بتبقى من الداخل، بتطلع من الداخل كذلك، وان احنا مش محتاجين حد على فكره، مش محتاجين نعتمد على اشخاص يكونوا هم سبب سعادتنا، لا انا اللي املك مفاتيح السعاده لنفسي. وما تحججش بالانسان اللي قدامي وبطريقته او بسلوكياته هو هيخليني سعيد او يخليني حزين، والا يبقى انت واحده مش عارفه تتحكمي في نفسك. انت رهن اشاره اللي قدامك، انا اللي بتحكم فيكي، اعرف اخليكي مبسوطه، اعرف اخليكي زعلانه. صح. فكل حاجه بتنبع من الداخل. فيعني اليوجا الضحك دي اعتقد ان هي نفس الفلسفه داخله في نفس الموضوع. هي نفس الفكره، نفس يعني الفكرة. احنا حتى بنلاقي الفرق مثلا بين الطفل والانسان البالغ، ان الطفل بيضحك من 300 ل 400 مره في اليوم. الانسان البالغ بيضحك من 10 ل 15 مره. والله بضحك كتير قوي كل يوم، حتى ما بزعل بضحك، يعني مفيش لدرجه ان الناس ما تصدقش ان انا زعلانه ولا حاجه. استاذه منيل، يعني خلاص بقى، ما على فكره انت كده هتنافسيها في المجال بتاعها، مش هي واحده بتضحك لوحدها. لا، ده حاجه جميله جدا. انا من الناس اللي بتصحى من النوم تضحك لوحدها، بصحى لوحدي يعني مفيش حد معايا او كده، فبصحى مبتسمه. انا الوحيده اعتقد اللي في مصر بتصحى مبتسمه، ليه ما اعرفش، يعني مش قادره اصحى. يا بنتي تتحسدي يا بنتي على الكلام اللي بتقوليه ده. طيب انا طبعا عايز اشكر استاذه منيل، لان هي كانت جايبه لنا الورد الجميل ده بجد في صباح الورد، واحنا ده لوحده خلانا في طاقه ايجابيه واحنا سعداء. ثانك يو فيري ماتش. وعايزه بقى استاذه منيل اسال حضرتك، حضرتك مريتي بتجربه شخصيه ومن خلالها بداتي تتوجهي او حابه ان انت تتعلمي اليوجا ويوجا الضحك، ممكن نتكلم عنها لو يعني لو هتعملي لنا تمارين دلوقتي؟ عايزين نضحك بقى شويه الكام دقيقه اللي فاضله في الفقره. هي كتمارين بتبقى لازم جوه السيشن، يعني جوه الجلسه. بتبقى صعب شويه تتعمل لوحدها منفصله، لان ليها ترتيب معين وكده. بس ممكن اتكلم عن تجربتي. انا كنت حصل لي مرض صعب جدا من سنه ونص، كان جالي كانسر، وبعديه كنت انا قبلها مباشره عرفت يوجا الضحك وعرفت الفوائد بتاعتها. الف سلام عليك. الله يسلمك. عرفت انها بتعلي المناعه وبتحسن الحاله النفسيه والمزاجيه والصحه بشكل عام. يعني تجربه مرض الكانسر دي كانت الارم، او زي ما بيقولوا رينجينج بيل، انه الحزن بيعيي. ده صحيح. يعني ان لا يعني لازم نبتدي مرحله جديده. بيوجا الضحك ازاي في التجربه دي؟ انا قررت لما حضرت ان انا ابقى مدربه على طول، لان انا شفت الفوائد بتاعتها. يعني بقيت كل ما باخد جرعات الكيماوي، طبعا الموقف بيبقى صعب والحاله الصحيه صعبه جدا، كنت بحضر دايما يوجا ضحك عشان احسن حالتي النفسيه. وقررت بقى ان انا اول ما اخلص العلاج هاخد الكورس واكون مدربه، واخدته مع دكتوره اوتا ديفيكال المانيه المقيمه في مصر. هي اول حد دخل يوجا الضحك لمصر. كانت هي اول تيتشر في مصر يعني. اخدت الكورس معاها وبدات اكون مدربه، وبدات اعمل لمرضى الكانسر في مستشفيات مختلفه او جلسات. لان انا شفت الفوائد عليا وحبيت ان هم كمان يستفيدوا. فعلا حضرتك شفتي في تحسن في الحاله للمرضى دول؟ طبعا، لانها هي بتغير. هي مجرد ما الواحد يحضر جلسه يوجا الضحك من اول مره بيحس بفرق كبير جدا. طب هو بنسبه كام في الميه افكتيف؟ لانه يعني انا اعرف ناس نسبه الكانسرز في عائلاتهم كتير، وللاسف في ناس كتير ما عرفتش او يعني خسرت معركتها مع الكانسر وادت للوفاه. بنسبه كام في الميه ممكن فعلا يوجا الضحك تعالج؟
هو نص علاج الكانسر الحالة النفسية 50% بالضبط. فأنا لو عدلت الحالة النفسية دي فأنا حتى لو مرحلة متقدمة من الكانسر لا في المراحل المتقدمة بيبقى الموقف طبعا لأن بيبقى أصعب يعني. بدأ الجسم خلاص يتعب مش قادر حتى أن هو يقوم بأي حاجة مفيش مقاومة داخلية ومفيش إرادة أنا شخصيا شفت حالة لصديقة يعني الله يرحمها جالها برضو فجأة الكانسر على مدار 3 سنين بس في الحقيقة الست دي كانت طول الوقت مش عايز أقولك بتتعامل مع الحياة على أنها ما عندهاش حاجة ما هو المفروض ومتفائله جدا وبتضحك وبتحب تهزر ونشيطه ورغم كده انتصر للاسف يعني خسرت معركتها مع الكانسر ده بيبقى راجع لايه يعني هي عملت فعلا باي ذا بوك كل عملت الحاجات المطلوبه بس ساعات بيبقى المرض اقوى من الجسم ساعات بيحصل يعني بس هو بشكل عام طبعا بتفرق جدا في الحالات العاديه بيفرق جدا في الحاله النفسيه وفي المناعه خليني بقى أسأل حضرتك وإحنا كمصريين دايماً نحاول أي حاجة الكوميك مدى الإقبال بتاع المصريات إيه؟ يعني المصريين بقى وحضرتك أنا شفت إن هو ميكسد بنات وولاد صحيح لما بتقولي أو بتنوهي إن في سيشن الناس بتقابل الموضوع ده زي حد عمل كومنت مثلاً مرة هزر حد قال ضحك إحنا يعني إيه الحاجات الطرائف اللي عديتي بيها هو في ساعات طبعاً المصريين معروفين بالسخرية جداً بقى يعني فطبيعي لا مش ممكن يعني في ثانية يحصل خبر تلاقي الكوميكس بعض. ساعات بياخدوا الموضوع بشكل شوية سطحي وهزار وانه ضحك ايه ما احنا بنضحك في البيت او طب ايه الفكرة ان انا احضر جلسة لان بس ما حد يعني لما بيجوا يحضروا لا بيستوعبوا الموضوع صح لان هو مش مجرد ضحك احنا ده يعني دي يعني يوجا نيدرا دي استرخاء متاخد من اليوجا اسمها يوجا نيدرا بنعمل استرخاء بشكل معين بعد الضحك العنيف بعد 40 دقيقة ضحك عنيف ده في ورشة أنا كنت بدرس ورشة تمثيل لدكتور كان دكتور محمد عبد الهادي كنا بنعمل اليوجا دي اللي هي المديتيشن وفيجواليز صح أيوة. بتتأملي ممكن تتخيلي مشهد معين لأن برضو السب كونشس أو العقل اللاواعي ما بيعرفش برضو ميز ما بين الواقع والخيال فمهم قوي إن خيالك دايما يكون في الحاجة اللي أنت عايز تحققيها ده مظبوط وإحنا هنا كمان لأن إحنا بنعمل الاسترخاء ده بعد ضحك تدريبات ضحك كتيره جدا فاحنا بنوصل الجسم في حاله تحفيز معينه بعد كده بعمله الاسترخاء ده فبوصل لاقصى فايده ممكنه طب مش هتعزمينا بقى في سيشن انا وسمر بقى يا ريت ده نوروني طب لو حد لسه مبتدئ يعني لسه احنا يعني انا شخصيا اول مره اسمع عن يوجا الضحك النهارده معاكي لو حد لسه مبتدئ ينفع يمارس يوجا الضحك دي في البيت يشغل مثلا يوتيوب للتيتشر اسمه ايه مدان كاتاريا ليكي حاجات على اليوتيوب سيشنز على اليوتيوب لا على اليوتيوب لا مش حاطه في بيج على الفيسبوك صفحتي منال العطار منال العطار بالانجلش ولا العربي بالانجلش طب قولي لنا للمبتدئين بقى اللي هيبقى في البيت هيعملوا جلسات يعملوا ايه في البيت في تمارين مخصوصه انا هنزلها على صفحتي انه الواحد ازاي يقدر يضحك في البيت لوحده من غير ما يسمع حاجه تضحكه او من غير اي حاجه المهم يا جماعة لما حد يشوفنا بنعمل كده في البيت ما يتريقش ويا ريت يضحك هو كمان أستاذة منال أخيرا طموحاتك في المجال ده وشايفة نفسك فين بعد كده أنا نفسي أنشر الفكرة في مصر كتير وفي الدول العربية ويكون في مدربات مصريات كتير ويعني الوعي بأهمية يوجا الضحك يزيد عند معظم الناس أنا نفسي في الحكاية دي جدا يعني يا جماعة طبعا احنا عايزين نقول أنه بعد الأحداث المؤسفة اللي سميت بالربيع العربي من 2011 والمأساة اللي احنا بنشوفها لحد دلوقتي في الدول العربية اللي ربنا إن شاء الله يفك كربها قريبا احنا محتاجين فعلا الضحك في حياتنا ومحتاجين فعلا أن احنا نقوي نفسنا نفسيا جدا وطبعا منال العطار البيج بتاعتها على الفيسبوك باسمها ومنال العطار هي اول مدرسه مصريه معتمده اليوجا الضحك نورتينا وشرفتينا وميرسي على الورد الجميل صباحك صباح الورد وصباحك صباح الورد يا رب صباح الورد شاهدينا فاصل صغير ونرجع لحضراتكم في اخر فقراتنا استنونا اهلا
بحضراتكم في اخر فقراتنا النهارده والفقره الغنائيه. معانا النهارده صوت مميز وجميل، ويعني احنا الصراحه بنبقى مبسوطين وهي موجوده معانا، المطربه الاسكندرانيه شيماء المغربي. نتكلم معاها عن مشوارها المستقبلي، عشان احنا يمكن بدانا معاها عن مشوارها والبدايات، نسمع منها كمان عدد من الاغاني الجميله بقى الجديده وكمان القديمه، وهنسمع كمان اغانيها. صباح الورد يا شيماء ومنورانا ووحشتينا بقى. انا كتير بنشوفك. صباح الورد، واسكندريه احسن ناس، وبنحيي اهالي اسكندريه. واسكندريه دايما من المحافظات في الحقيقه، او من اكثر المحافظات اللي بتخرج مواهب في الفن، في الفن والغنى والشعر والتمثيل. البحر برضو بيبقى اللي عامل كبير طبعا. صح مش كده؟ الشعوب اللي هي على البحر دي على طول. طيب هتغني لنا ايه؟ احنا مش عايزين نضيع وقتنا في الكلام، ويعني مش اول مره تجي لنا يعني في صباح الورد. ممكن اغني الاول حاجه لشيرين؟ يلا. فاكرني ايه؟ فاكرني ايه؟ فاكرني ايه؟ ملقتش غير قلبي انا، وتقدر عليه ما لقيتش غير حبي انا وتهد فيه. فاكرني ايه؟ كنت بتكذب وانا صدقتك، كنت بتخدع وانا بشتقلك، كنت بتكذب وانا صدقتك، كنت بتخدع وانا بشتقلك، حتى دموعي حتى عذابي، حتى دموعي حتى عذابي، ما انت حبيبي خلاص يا حبيبي، ولا بيهمك ولا بيهمك، عايز اعرف قولي احساسك ايه، عايز اعرف لما تكون بتحب في حد بقلبه هو عدوك، تيرارا لما تكون عايش له بكل امانه وغدره في ضلك. عايز اعرف قولي احساسك ايه، كنت بتكذب وانا صدقتك، كنت بتخدع وانا بشتقلك، حتى دموعي حتى عذابي، ما انت حبيبي خلاص يا حبيبي، ولا بيهمك ولا بيهمك. الله 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 الله. لا يا شيماء، يعني شيماء بنتنا اجمد من كده ولا ايه؟ مش كده؟ احنا لسه اجمد من كده. شد حيلك. ايوه ليه الصعبانيات دي على الصبح؟ احنا لسه طالعين من ضحك ويوجا ضحك يا شيماء. يلا هتسمعينا ايه؟ ممكن نقول حاجه قديمه بقى. نقوله دي جامده قوي واسكندراني كده، وقال لك كتير مش سامعينها، هنقوله دي. طب يلا، من بحري وبنحبوه حاجات كده صح. طب يلا سامعين. انت ليكي اغنيتين يا شيماء صح؟ ليا اغنيتين. ليه بفكر فيك؟ دي اتعملت الاول كفر، وبعدين عملت الاغنيه بتاعتي انا سنجل. قالوا لك عني. طب احنا لازم نسمع الاغنيتين بتوعك طبعا، يعني غني طبعا اللي انت عايزاه، بس هتغني لنا دلوقتي مين؟ لام كلثوم. ايه بقى؟ لسه فاكر. الله ماشي، حلوه دي برضه. يعني نفس السكه برضه، نفس الصعبانيات. الصعبانيات والضحايا. على فكره انا بحب اغني اكتر الاغاني دي، يعني بيقولوا صوت المغني بيظهر اصلا في الاغاني دي اكتر. مش شرط يعني، بس هو على حسب اللحن. أوكي. حسب لحن الاغنيه. طب يلا. يعني ليه دايما حب من طرف واحد مش كده؟ يعني او من طرف رابع، او في من طرف ثالث بقى، لو واحد بيحب واحده بتحب واحد ثاني. هم الناس بيحبوا كده. تعالي. يعني يلا. لسه فاكر قلبي
يديلك أمان، ولا فاكر كلمة هتعيد اللي كان، لسه فاكر قلبي يديلك أمان، ولا فاكر كلمة هتعيد اللي كان، ولا نظرة توصل الشوق بالحنان، لسه فاكر كان زمان، كان زمان، لسه فاكر كان زمان، كان كان زمان، كانت الأيام في قلبي دموع بتجري وانت تحلالك دموع وهي عمري، كانت الأيام في قلبي دموع بتجري وانت تحلالك دموع وهي عمري، يا ما هانت لك وكانت كل مرة تمحي كلمة من أماني ليك وصبري. الله الحلاوه دي. الله احسنتي احسنتي احسنتي. ليه بتحبي بقى الاغاني الحزيني برضو؟ انت قلتي انا ميولي كده. لا مش بحب الحزيني، بس يعني هي دي الحاجات اللي بتمشي، فاهماني؟ يعني الاغاني اللي بتبقى من النوع ده، يعني تامر عاشور مثلا، انا بحب تامر عاشور. مالك طيب ليه يا شيماء كده؟ طب الاغنيتين بتوعك نفس السكه بقى، مفيش حاجه فيهم بيت او حاجه رتم؟ لسه يعني اللي جاي ان شاء الله هحاول اعمل حاجه مختلفه تماما. طيب احنا عايزين بقى نسمع حاجه ليكي دلوقتي. نسمع احنا غنينا لام كلثوم ولشيرين، عايزين حاجه بقى اسمع الاقل حزنا يا ريت، يعني هم واضح ان الاثنين في نفس المستوى عشان احنا في مضحك دلوقتي. طب ما بفكر فيك وقالوا لك عني الاثنين في نفس المستوى. طيب لا شوفي انت بقى نفسك رايحه لايه يعني. انا اقول بفكر فيك عشان يلا بفكر فيك. والله ولا يستاهل يا بنتي، اتفضلي اتفضلي. بفكر فيك ومش بنساك وباقي عليك ومش هيأس، ومهما تغيب انا فكرك مادام عايشة وبتنفس، حرام الحب بعد سنين يضعف كلمة ولا اتنين، حبيبي انا وانت بني ادمين، غلطنا بيبقى مش مقصود، في بعدك عيشة مهمومة ومن اللي عملته مصدومة، وحاسة كأني مقسومة ونص التاني مش موجود، بفكر فيك ومش بنساك وباقي عليك ومش هيأس، ومهما تغيب انا فكرك مادام عايشة وبتنفس. الله الله. عايزين حاجه الورده بقى مفرفشه ومنعنشه كده، حاجه الورده يعني ومفرفشه. حاجه الورد. شوفي بقى الموضوع انت صعب، انت بتفاجئيني كل مره. انت بتفاجئيني كل مره. انا اللي مفيش ولا ايه. اغنيه طيب مفرحه حابه تقوليها، مش لازم ورده يعني. مفرحه فرفوشه ورده والله. لا بلغوني بالكلام يعني. ده قبل كده عشان ابقى احضر له، عشان المفرحه دي محتاجه ان انا اعمل سيرش. وحشتوني وحشتوني وحشتوني. انا عندي بغداد غير غلباوي بنص لسان. طب باي باي. طب غني انت. صح غني. طب حرمت احبك من بدري اهو. طب لا حزن في حلو يعني. خليها هي تختار. طيب ما هو لازم تبقي انت جاهزه برضو نفسيا. شوفي بقى حابه ايه، حزن اخف يعني. انتوا عايزين ورده. يا ريت.
امال انا ايه؟ قولي انت انا ايه؟ مش دي اكدب عليك؟ اكدب عليك بتاعتنا المفضله. يلا بينا. يلا. اكدب عليك 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 واكدب عليك لو قلت بحبك لسه اكدب عليك واكدب عليك لو قلت نسيتك همسى اكدب عليك واكدب عليك لو قلت بحبك لسه اكدب عليك واكدب عليك لو قلت نسيتك همسة اكدب عليك امال انا ايه قولي انت انا ايه اختار لي بر وانا رسالي امال انا ايه قولي انت انا ايه اختار لي بر وانا رسالي حبيبي يعني لسه حبيبي ولا حبيبي عشان كنت حبيبي انت حبيبي يعني لسه حبيبي ولا حبيبي عشان كنت حبيبي قول يا حبيبي قول قول يا حبيبي قول قول يا حبيبي قول قول يا حبيبي قول 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 يا حبيبي. الله بوظت الأغنية. أنا بندمج مع الأغنية دي جدا بوظت الدنيا. خلي بالك يعني صوتي كان طالع كده بيعمل إيه بيأسست ها يعني بيقول إيه. هو مع واحدة تانية من زمان لسه فاكرة لسه قاعدة مستنية أقول لك ورا بره وترسي عليها غلبانة قوي الست دي والله. نورتينا يا شيماء وبتسعدينا دايما كده وبالرغم إن إحنا هو حتى الأغنية حزينة بس يعني محتاج ايه نسيب بقى هتطلع طلع دي وتقول لك ان انت لازم تختمينا بحاجة. المرة الجاية هحضري لك هتحضري حاجة جديدة انت ناوية طيب. تعملي حاجة طيب احنا عايزين حضر لنا اغنيه شيماء للختام بس احنا هنختم دلوقتي مبدئيا مع المشاهدين وهنسيب بقى شيماء هي اللي تختم بالاغنيه بتاعتها. احنا كده طبعا وصلنا لنهايه حلقتنا من صباح الورد. صباح الورد يا سمر. صباح الورد يا مها وصباح الورد عليك يا شيماء ويلا بقى احنا اغنيه الختام بقى الختام معاكي شيماء المغرب يلا. فوق بقى ايه اللي باقي تخاف عليه اللي خسران كل حاجة هيخسر هي موتة يعني ولا اكتر بقى ما انت ميت بالحياة هتعيش ليه هي موتة يعني ولا اكتر بقى ما انت ميت